تسلم. مرحبا بنتي. لاباس؟ ربي ينورك ويرعاك. يعيشك. موضوعنا اليوم هو الخيانة الزوجية. نشوفوا برشا رجال توانسة يصحبوا على نسائهم، شنو رايك انت؟ لا اسكت، ما عادش تحكي. انت ما هو جا نقول لك توا في عصر الدنيا، في اخر الدنيا الزنا فقر وعمى. توا دخلوا في الفقر والعمى، يستناو في زعقة من عند ربي، حالتها بتشكي ربي. فات الدنيا عندي ولدي ألف كتاب على الطلاق 73% طلاق، تونس مرتبة الأولى في العالم. هكا يصير اللي أخو امرأة زلا يكرمها، لا طلقها طلقها. تينا مرتي 4 سنين وعلى جال أولادي، عندي منها الوكيل الجمهورية وعندي بنتي إلى صلى على النبي، بالطريقه هذه تحبيه تطلقني؟ عاد اللي حكيت عليها المره اللي فاتت وقلت لكم عليها، قالت لي نعيشوا اخوه. انت عقرب تشكها يا بنتي. قالت لك نعيشوا اخوه؟ نعيشوا اخوه. مالا بعد ما كتبت لها اللي عندي كل نعيشوا اخوه. قلت لها بنتي انت مره تحرم عليا بالبليار، خلني اخو ليلتك. توا ما تحكيش، جبت لها بنت العشرين في الفيديو في الانترفيو اللي عملته لفني. لا تو القليبيه متهنيه. وي هي قليبية، هي أبنية قليبية متنية عند بابا الهدار الصفاقسي هكا ولا. أما هي الدكتورة في التجميل، دكتورة في التجميل. لحظة هذه طفلة قليبية تعرفت عليها بعد ما طلقت مرتك؟ ما لا توا وقت اللوفة كل شيء اللالة الصفاقسية. واش لازم أقول لكم على اسمها؟ يعطي عقرب تشكة، ماشي نقعد أكيكة من غير امرأة. مرة تاكلها تيناخو 1200 امرأة. ما تنجمش انت تعيش ما غير امراه ابدا، تعيش فوق الراس. هي السلطانه وياه بالنسبه لبابا الهدار، يعني ياقوته ياقوته. المراه بعد ذلك ربي نعمه تحافظ عليها، مش تضربها كيما توا بنتي دنيا مسكينه اللي كان راجلها بالعنف حتى اللي نهبلها توا في الفيديو اللي قبلي هكا ولا. يا لالا على بنتي، تعرفت على بنت حلال توا بور لماما. أمي صلعني بي عليها، طلعت لي دكتورة في التجميل وكانت تعيش في الطليان. هذه نفسها القليبية ولا واحدة أخرى؟ هذه بيدها يا ولدي نصراوية. يا ولدي راهي تركتها 28 مليار أو كبشة مليار، جاو 28 مليار بوك الهدر. مو طبعي سمح، قلبي خالي من الهم وأنا الآخرة عندي خير من هذه، وربي يتجلى عليا حتى من نور النبي ريته في المنام. يعني القليبية هي طبيبة تخدم. يا لالا على بنتي متهنية القليبية، وجعل التوانسة الكل مريقلين. كان مرتي اللي خانتني يعني بعدت عليا في رزية وأهلا ومليا أكوا توا توا. هذه زيدة أسكت ما تحكيش، مشات تكمل تجيب في تركتها من القصري. هي اصليتها قصرينيه بنت النصراوي. لحظه لحظه، فما هنا دخلتني بعضي، حكيت لي من الاول على قليبيه وبرا. تعيش في قليبيه وبرا؟ ما هي صغرها عديته في الطليان، وتوا كي جات القليبيه قالت بنتي باري قليبه للطليان هكاك. قداش عمرها هي؟ وما تحكيش عليها، انت كي تشوفها تقول هذه كعبه ياقوت، تقول عمرها 19 ans. مي اسمع كنت تقول، نقول لك على عمرها، هي دكتوره في التجميل، يعني التكميشه ما تكسبهاش، انتي كعبه ياقوت. 19 ans وهي طبيبه؟ لا 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 ماهيش هي، قلت لك تقول عليها طفل عمرها. اي خلينا نعرف عمرها الحقيقي قداش. حقيقي قول الحقيقة عاد. اي 55 سنة. وانت قداش عمرك؟ 61 سنة. باهي على لي دارا باهي. ياك هو أصغر من مرتك الأولى؟ هي أبدا، هذه نصراوية بنت القصري، وفي قمرت يعني بنت البيات والبشوات من عهد فرنسا، كي عاشت في الطليان وكسبت قمرت، تركتها 28 مليار. هيك قلبي طيب، ما أنا ما نحبش الفلوس، أنا هرب ربي برشا وطايع ربي سبحانه وتعالى، يعني صلعني بي قسم الله عليه وسلم. هيك ابوك من الهدار يدي هذه، ما تقولش لهذه من الصدقه، اعطاني ربي الخير بكله. قلت لي عندها 28 مليار. اي قلت لها برا صدق وابني الجوامع وارد الدنيا، شيخ روحك توا. زعما انت حبيت على خاطر عندها 28 مليار؟ لا لا بدنا بدنا، انا تو في عقاب عمري، انا وقت اللي خذيت في صغري لين اللي خذيتها مثل 14، وقت اللي كبرت قلت نعيش واخواتي عقرب تشكها. وقت عمرها في ال 44 جبت لنا الوكيل الجمهوريه وصلعني بيه بنتي 55.
هكا ولا لا توا يصعب الشيء توا لازمني وحيده بجنبي لين الموت. اما لا مش الموت حدانيه هكا نطعم بالمسكين وبرا هكا ولا كي تطلع لك نفس الاولى الا وليت عادي لك الاولى حصلتني لا تربحها والثانيه الله ينجحها هكا ولا ولينا متعمد ما هي هنا هذا عقلي ونعرف هذه هو اللي تعرف شنو اللي عرفته هذه دماغ اوروبيان ماهوش تينيزيان خاطر اذا كان تينيزيان ما تحكيش يا بنيتي والله لا تعيش درج هونية بها التونسية تونس تونسية التونسية ما هيش فرازية التونسية راهي دلولة اما تولي قاعد نشوفه مادام ولدي خرج على التلاقي 73% مرتبة الأولى في العالم شو مازال تو في الليل تلقاها من الذي سكع على كتفها بلاش بتلقى يا يسطل يا يسكر وعشاها ما يجيبولاش وتجي تقول له كم ساعتك يا راجل قتلها شعره ولا وحى قدوه في الطلاق وتلقى على بالك ولا سبقه تلقى مش 200,000 نبقى 600,000-700,000 يخرج رجال في الحبس رجال في الحبس رجال كلام البحر البنيه ولا تملوحه على قلبي هونيه تونسيه مالها توا ولينا ثلاثه واربعه باش يلقاو راجل او كيف الفيسبوك قلت ما ثماش راجل وقت جدي وجدك تتقطع ولا عليك بالله توا وينو الراجل اللي يصرف عليها بقاش بقاش باش يصرف على روحه بقاش بمليون ما يصرفش ما يلقاش مصروفه حتى يزور 10 ملايين ما يلقاش تي سكر والحليب مقطوع وموجود كل شيء موجود ما يلقيش سعيد عملوا له حساب العجل موجود السلع لا موجودة اطلع المنزل تنيم الحليب تكب الكياس تاع البقرة إلا كان كل واحد يسد بزول البقرة يشبع هكا ولا بنتي الحليب البقرة باش تربينا احنا بالباكويتا الساعة قدامي في منزل تنيم باكو ديليسو قالوا نعطي ولا عنده بيبي شو يعمل له؟ أشربه من على التوقع لا لا ما يجيش منه الرسمي لازم كل شيء نرجع كيما كان والدعم هو الأول للبلاد أصلا اللي مات لي راهو حتى العائله الروسه ماتت المركات ولا غزيم الفريب ما فماش حليب انت شو عامل في الازمه هذه نتاع الحليب اشري بقره انت تشري بقره شريت بقره انا هو كركي بالليتره والله نشرب الحليب البقري او كشري بقره ما دام حتى انه ما سماش يا اخي عام 95 ثلاث سنين انا حتى بالمقرب بيت في وسط جنان والكلبة اللي عندي على مرات الله جبت لها الحيوانات جبت لها كل شيء والعصافر وجو احلى جو رجعت الدورة حديقة حيوانات القصر عاد انتوما عندك المدام توا عندها 28 مليار لا لا شتاخو لك البقر هذه هذه ترش قالت لي شتاخو لك البقر اسمع يا هالدار اصبح انت الرئيس وانا مرت الرئيس ما قلت لها لا انا زبانه ما نقتلهاش خلقوا ربي يقتلوا ربي ما يخلص سعيد دلو انا عبقى سعيد قد وقدور لحظه انا قلت لك مادام هي عندها 28 مليون 28 مليار سامحني قلت مليون مبروك على امها اي هو باش تاخذ لك برشا بقر عادك هيك هيك الوقت تطعم التوانسه الكل والله نطعمهم الكل على الراس والعين عليه انا مادام ربي اعطانا الخير مرحبا بيكم الكل والله اللي صوروا ليكم الكل انا راني ولد الاخره مش ولدي خلي لك كلمه الختام يا بنيتي يعطيكم القبول محبة الرسول ويصونكم ربي وسبع صعود نحب انت نبكر اللي تعمر وتسمر ما هي لك كان هكا بالطريقة هذه الغلاء وانتوني والدنيا ما مفرعسة الرجل ما عادش يقدر والطفلة واكلة شوك ما عادش عينة بالرجل زادة ما هي الطفلة ديما عندي توخر من 10 سنين عايشك